واحد يريد يتخلص من الزكاة. طبعا الزكاة شرط من شروطها أن يحول عليها الحول، عند أغنام كون الحول يحول عليهن، الأطعمة مثلا، النقود كون يحول عليهن الحول. فهذا قبل ما يصير رأس السنة مال تمال الزكاة يهب أمواله، يهبها إلى، يعطيها هبة إلى واحد حتى تسقط عنه الزكاة، وبعدين إذا ابتدت السنة الجديدة يستردها يأخذها. وبهالطريقة يتخلص من من؟ يتخلص من الزكاة. طيب هذا ويا من يتعامل هو؟ أنت تتعامل مع الله؟ ايش تصور يعني الله تغيب عليه الأشياء هذه؟ يعني شو أنا لما أريد أتهرب من الحق الشرعي وأستعمل لي طريقة ملتوية من هذا النوع، هاي الطريقة شنو راح تغيب عن الله عز وجل؟ تغيب عن نظر السماء، والله عز وجل بكل شيء محيط. قطعان الهدف منصب على التهرب من الحق، وإذا كان الهدف منصب على التهرب من الحق يعني شي خلصني غدا من الله عز وجل؟ يعني المسألة ما ممكن تقبل بحال من الأحوال.